الاكثر مبيعا عندنا في معرضنا النهارده عملتها لك باللون الترند اللي حضرتك شايفه ده، اللون الفانيليا ميكس مع الشامبين، وكمان طالع عظمه قوي عليه طبقه بروتين حمايه، طالعه تحفه فنيه يا جماعه. زي ما احنا متفقين في ساعات غرف كده بلاش تشرحها، هي بفضل الرحمن جمالها شارح نفسها. الغرفه دي اربعه ضرفه زي ما حضرتك عارفين، وبرده كالعاده نفتحها ونتفرج على التقسيمه الداخليه. دي الباكيه اللي في النص زي ما انت شايف كده، مكتبه وكمان معانا شماعه، وتقرب كده عشان اوريك الحلايات كلها خشب زان. والباكيه الاولى والاخيره رفين وشماعه. لما نيجي على التسريحه بقى فهي كالعاده ما تقلش جمال عن الغرفه، زي ما انت شايف كده التفاصيل بقرب لك منها. اللون الفانيليا الحلو قوي ده ميكس مع الشامبين طالع تحفه يا جماعه. والبف كمان طبعا متنجد من نفس القماشه، والبنكت بتاعنا برضه فيه درجين حلوين جدا. تقسيمه التسريحه معانا هنا ضرفه بالاضافه لرفين المكتبه دول، وهنا طبعا الدرجين بتاعنا الزان كالعاده. هستناك على الخاص او على الواتس او زورنا في معرضنا. سلام.